العودة يا استقرار قبل العودة. هذا وحدتنا وحدة، وحدتنا وحدة. هذو الاثنين ضامن رجوعكم للشعب، الشعب رجوعه الى الوطن من يتحافظ عليه. هذو الاثنين مثل ثانية قضية هذه المماطلة في في المحاكم أصحاب قدايم يزيك ما هي يابط، ويابطنا نعدلوا شيء أكبر منه. هو شنو؟ خوض الكفاح المسلح والإعلان عن الكفاح المسلح. إحنا شنحانو شنحانو قابضين أيدينا ذلي الحانو شنو؟ الأمة المتحدة كذبت كذبتها، والوحدة الإفريقية عدلت معادينها. إذا اليوم الكفاح المسلح مطلوب، مطلوب. المسألة الثانية الانفجارات، الانفجارات لازم تقوم في المغرب. من أين خلقت المماطلة وخلقت النوع من الاستعمار؟ يا ريت الانفجارات تخلق في المغرب ولا ترى الاستقرار يعوقها. هذه المسألة الثانية. نحييكم باسم مناضلين الاولين اصحاب الزمله اللي انتم كاملين ما كون فهم. Okay.